سلام عليكم. نفسك تحترف يوجي؟ نفسك تفهم القواعد؟ كل ده هتعرفه معايا. انا جيمر بالعربي وده الدليل العربي للعبه يوجي. الملعب هيساعدك في تنظيم بطاقاتك اثناء المبارزه بشكل كبير. بطاقاتك لازم تكون موجوده في الملعب. كل بطاقه ليها مكان مخصص في الملعب حسب نوعها. كل مبارز بيكون ليه ملعب خاص بيه، ملعب بيكون قدامك وملعب بيكون قدام الخصم، وده بيكون نص ملعب. لما بيجتمع الملعب بتاعك وملعب الخصم ده بيكون ملعب كامل. كل لاعب يقدر يتحكم في الاوراق الخاصه بملعبه. الملعب بيتكون من 8 مناطق رئيسيه: منطقه الوحوش الرئيسيه، منطقه بطاقات الفخ والسحر والبندلوم، المقبره، منطقه المجموعه، منطقه الموقع، المجموعه الاضافيه، منطقه الوحوش الاضافيه المنفى. منطقه الوحوش الرئيسيه ده المكان اللي انت بتستدعي فيه الوحوش بتاعتك. المنطقه دي ممكن تحط فيها 5 وحوش. اي وحش بينزل الملعب بثلاث وضعيات: مكشوفه في وضعيه الهجوم، او مكشوفه في وضعيه الدفاع، او مقلوبه في وضعيه الدفاع. اذا انت حابب تستدعي وحش في وضعيه الهجوم لازم تلعب الورقه بشكل عمودي. لو هتستدعي وحش في وضعيه الهجوم هتحط البطاقه بشكل عمودي، ولو هتستدعيه في وضعيه الدفاع هتحط البطاقه بشكل افقي. منطقه بطاقات الفخ والسحر والبندلوم، المكان ده مسموح ليك تحط بطاقات السحر والفخ. تقدر تحط 5 بطاقات سحر وفخ في المنطقه دي. بطاقات السحر والفخ بتتحط في وضعيتين: مقلوبه او مكشوفه لو عايز تفعلها. منطقه البندلوم بتكون موجوده برضو في المكان ده، اقصى اليمين واقصى الشمال. بتكون موجوده في الاماكن دي كبطاقات سحر مستمر كونتينيوس سبيل. المناطق دي مخصصه لاستدعاء وحوش البندلوم. المقبره، بيتم ارسال بطاقات الوحوش بشكل مكشوف للمقبره. الوحوش لما بتتدمر بيتم ارسال بطاقات الوحوش بشكل مكشوف للمقبره، وكمان اوراق السحر والفخ بيتم ارسالها للمقبره بشكل مكشوف بعد ما يتم استخدامها. الاوراق اللي موجوده في المقبره متاحه للاعبين. اللاعب يقدر يشوف كل الاوراق الموجوده في المقبره سواء انت او الخصم. خصمك ممكن يبص على المقبره بتاعتك ويشوف ايه الاوراق الموجوده فيها، لكن بشرط ترتيب الاوراق في المقبره ما ينفعش يتغير. المجموعه، في المكان ده بتحط مجموعتك الاساسيه بشكل مقلوب. كل دور بتسحب ورقه تضيفها لايديك. طبعا لو في تاثير معين بيتطلب منك انك تكشف ورقه من اوراق مجموعتك او تستعرضها او تبص عليها، فانت لازم تخلط مجموعتك تاني بعد الانتهاء من التاثير ده وترجع مجموعتك تاني لنفس مكانها بشكل مقلوب زي ما كانت. منطقه الملعب، او ممكن نسميها الموقع او الميدان، المكان ده بنحط فيه بطاقات سحر من نوع معين اسمها بطاقات سحر الملعب، او احيانا بنسميها بطاقات تغيير الملعب. مسموح لكل لاعب انه يفعل بطاقه سحر ملعب واحده بس في الخانه دي. لو انت عايز تشغل بطاقه سحر ملعب تانيه لازم تبعت الاولانيه للمقبره وتفعل التانيه. ما ينفعش يكون في ملعبك انت بطاقتين سحر ملعب في نفس الوقت. المجموعه الاضافيه، مجموعتك الاضافيه برضو بتتحط مقلوبه بس في المكان ده. بس في فرق بين مجموعتك الاضافيه ومجموعتك الاساسيه. مجموعتك الاساسيه ما تقدرش تبص عليها خالص، لكن مجموعتك الاضافيه تقدر تبص عليها في اي وقت خلال الجيم. طبعا خلال المبارزه تقدر تستدعي وحوش من المجموعه الاضافيه بس بطرق معينه. كل وحش في المجموعه الاضافيه ليه طريقه معينه في الاستدعاء. وحوش المجموعه الاضافيه لو اتدمرت بتروح المقبره، ما عدا وحوش البندلوم بتحطها مكشوفه فوق المجموعه الاضافيه بدل ما تروح المقبره. منطقه الوحوش الاضافيه، المكان ده بتحط فيه الوحوش اللي انت استدعيتها من المجموعه الاضافيه. استدعاءات الوحوش دي بتتم بطرق خاصه زي وحوش الترابط والتزامن والدمج والاكسيز. خلي بالك في منطقتين تقدر تستخدم منطقه واحده بس. اخر حاجه منطقه المنفى، في بعض الاوراق ليها تاثيرات معينه نقدر نبعت اوراق سحر او فخ او وحوش لمنطقه المنفى، وده مش بيتم عاده غير في بعض التاثيرات. جميع انواع الاوراق ممكن تروح المنفى مقلوبه او مكشوفه. خليك فاكر ان السلسله دي برعايه المبارزين العرب. ده كل اللي عندي في مقطع النهارده. استنوني المقطع الجاي في دليل يوجي بالعربي.